مش مع التمديد اكيد، لا غير مرغوب فيهم. يمددوا بس الشعب ما راح يمدد له، ما له مرتاح منهم، بيناتهم ممنوع، ما ظابطين معنا. الشعب قال كلمته لا للتمديد، لكن المجلس النيابي يوم الاربعاء على موعد مع جلسه الفضيحه، جلسه اقرار التمديد الثاني، فكيف سيرفض الناس مصادره النواب لحقهم في الانتخاب؟ يا ريت فينا نعمل شيء يطلع من ايدنا شيء نحن، يا ريت. ما فينا نعمل شيء نحن، بس انه عم تسالني هالسؤال هذا غير مرغوب فيهم، لانه التمديد حرام واحد يمدد لحاله، مين عم بيمدد لهم؟ هن اخذوا وثيقتهم من الشعب، ومفروض انه هلا الشعب يعطي رايه فيهم اذا بيخليهم ولا ما بيخليهم، يعني يمدد لهم او ما بيمدد. في فكيف الواحد هو بيسمح لحاله انه يستعمل صلاحيه غيره لاله هو؟ هم رافضون للتمديد، لكنهم يظنون انهم عاجزون عن منع النواب من اقراره، لكن في المقابل لن يسلم الحراك المدني للمحاسبة بالتمديد كأمر واقع، ولذلك سيكون اعتصامه يوم الأربعاء رصاصته الأخيرة، لا للتمديد لا لانعقاد الجلسة. فهني عم بيمددوا غصبا عن العالم، وصار وقت انه الناس تقول لهم لا، على العالي وبالشارع وبأي طريقة الناس بتلاقيها مناسبة تقول لهم لا. نحن نازلين بمحاولة لمنع انعقاد الجلسة، يمكن تزبط معنا ويمكن ما تزبط معنا، بس أكيد إذا كانوا الناس نازلين معنا وإذا كانت أعداد الناس اللي معنا كبيرة أكيد بنقدر نمنع انعقاد الجلسة، لأنه اللي عم بيصير مش مقبول على ولا مقياس. يعني استخفافهم بالعالم صار كتير كبير، يعني حتى استخفافهم بناسهم، يعني وقت النايب عم بيقول له للمؤيد تبعه أنا صوتك ما بيهمني وباقي صوتت لي ولا ما صوتت لي، فهذا بحد ذاته مش مقبول. وعن جد نتمنى الناس تنزل على 9:30 معنا على جريدة النهار نهار الأربعاء لنجرب نقول لا للي عم بيصير تحت. هي إذن فرصة الشعب الأخيرة لرفع الصوت ومنع فضيحة التمديد أن تمر مجددا، الفرصة الأخيرة لمنع النواب من مواصلة احتلالهم للمجلس واغتصابهم لحقوق المواطنين وتهربهم من مسؤولياتهم.